السلام عليكم، ما زلنا مع المحور الاول اللي هو لي رياكسيون دي سون نيكليو في سير لي زال دي دو سيتون. غادي ننتقل الان النقطه الثالثه اللي هو لا دي سون ديال لاسيد سيندريك اسي ان. اذا فكيقول لك لا دي سون ديال النيكليو في ديال سي ان ار اللي هو اسي ان ولا سي ان موان سي غان دي ريفي كربونيل كوندوي انا فورماسيون ديال واحد سيندري. اذا تابع معايا مزيان، فهنا كيكون عندنا ان كومبوزي كربونيل كما القاعده كومبوزي كربونيل اللي هو سي او، ممكن يكون الديهيد ممكن يكون سيتون فهم، بلس ا سي ان بلس لا سي ان اش سي تريبليزون ان. فاول حاجه ما يمكنش تقول لي انا راه غادي تكون عندنا لاش بي سي ان موان سي ان موان غادي يضرب هذا، لا. فلا سي ان سي تان غاز لي غاز او بوجود ماذا واحد لي كاتاليزور بازيك، واحد لي كاتاليزور ماذا بازيك، ان كاتاليزور بازيك لي هو او اش موان. اشنو كيعطينا؟ كيعطينا هاد الكومبوزي اللي هو كالتالي سي سي، واحد البلاصة غادي يكون فيها او اش، والتاني غادي يكون فيها سي تريبليزون ان اللي هو شنو قاليك اللي هو هذا هو السيد، هذا اللي كيعطينا ماذا سينيدرين سينيدرين صافي مزيان، سواء كان الديهيد سواء كان سيتون. بالنسبه للميكانيزم دقوا الان الميكانيزم، فبالنسبه للميكانيزم ردت معايا البال، فاول حاجه اشنو كنديرو كيتغياجا لاباز مع هذا، يعني لاباز اللي هو او اش موان او اش موان بليس اش سي تريبليزون ان. بحكم انه شنو غيدير فلا باز غادي ياخد الهيدروجين باش يكون لنا الماء. اوكي دونك هذا كيعني انه كيعطينا ماذا في الاخير، حيت ميمكنش غادي يتغياج النيكليوفيل غير هكاك، ضروري انه كيتغياج مع لا باز باش كيعطينا ماذا كيعطينا النيكليوفيل اللي هو سي تريبليزون ان موان. دونك هذا هو النيكليوفيل بليس ماذا لاش دوزون بليس لاش دوزون. هاد من بعد كيجي داك الكومبوزي كربونيل ها هو بليس نيكليوفيل دابا ان تريبليزون سي موان اللي كيعطينا سي سي او او موان. ثم هنا غادي يكون عندنا واحد لا ليزون سي ان سي ان هذا. من بعد شنو كيجي؟ كيجي داك لاش دوزون. من بعد شنو كيجي؟ كيجي هاد لاش دوزون اللي غادي ياخذ منه اش. اوكي اوكي عطينا اشنو كيعطينا؟ كيعطينا هاد الكومبوزي اللي قلنا اللي هو سي او بليس هاد او اش ما منساوش. دونك هنا كيكون عندنا سي ان، هنا كيكون عندنا الهيدروجين. دونك هذا هو الميكانيزم. فننتقل الان للتمرين اللي عطانا، كيقول لك انه كيفاش غنقادو البروبانال بليس لا سي ان على او اش ما تاني لا سيتون اس ان او اش ما كيعطينا ا وهنا كيعطينا بي. ففي البروبانال في البروبانال البروبانال يعني سي اش 3 سي اش 2 سي او اش بليس اس ان
Au beau jeu, la base. اشنو كاتنا؟ كاتنا الايتيل. جمع الشيء كله الايتيل. ثم سي اش. واحد البلاصه غادي يكون فيها سي ان. والثاني حاجه غادي يكون عندنا فيها ماذا؟ او اش. ها او. ثم داك اش ديال الهيدروجين. نفس الشيء مع دونك هذا هو الكومبوزي اللي سماه ا. نفس الشيء مع الكومبوزي اللي هو بي. نسيتون اللي هو سي اش 3 سي او سي اش 3 بليس لاسين مع لا باز كاتنا ماذا سي اش 3 سي اش 3 او اش هذا هو البي نفس الشيء هنا كيفاش انا من انطلاقا من الاسيتوفينون تلقينا هذا الكومبوزي هذا فكما كتعرفوا جميع على انه عندنا شنو تزاد تزاد لنا واحد السي ان او اش دونك هنا ممكن نستعملوا اس سي ان يعني انه الان انطلاقا في الكومبوزي الثاني غادي تلاحظوا انه عندنا فينيل سي او سي اش 3 وطرياجة مع شي حاجة تعطينا ماذا عطانا ماذا فينيل فينيل سي سي اش 3 او اش وهنا سي تريبليزون ان فممكن انك تقول على انه تغيير جار اس سي ان او بوجود لا باز او اش موا الا انه ممكن انك كذلك انه يتغيير جار مع ماذا مع ان سيانير دو صوديوم اللي هو ان ا سي ان الا انه ضروري يكون معاه لا سي ان باش يحول لنا هذا لهذا او لا كاس سي ان كاس سي ان بوجود لا سي ان كذلك انا باش يعطينا هذا بليس او اش موان باش يعطينا هذا الكومبوزي هذا يعني سواء هذا ولا هذا ولا هذا يعني انه اذا كختام انه دائما ممكن انه من كومبوزي كربونين ولاحظت انه كاين عندك في لا فونكسيون سيو تزاد تما او اش وتزاد تما سي تريبليزون ان عرف انه تغيير مع اش سي تريبليزون ان وهذا دائما ضروري انه كيكون مع ان كاتاليزور بازيك الكاتاليزور بازيك من هدف كله هو باش يحولوا هذا العباره عن نيكليوفيل